السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوف واحد لابارتمون عندها واحد لافيو ديريكت على البلايا. بدينا التصوير ديالها من لاتيراس اللي كتشوف في الكورنيش، فيها 65 متر، فيها دوبل صالون اللي فيه تيراسا كاينه في الصالون، دوبل صالون ولا صالون سيجور. كاين بيت كبير بالبلاكار ديالو، كاينه واحد لاكويزين وحمام. قلنا جات في مدينة مرتيل، في الكورنيش ديال مدينة مرتيل. جات في الثروازيام ايطاج، ليط ديالها باقا نقية، اللي بغى يردها مودرن راه كاين الامكانية دابا، راه كتباع بثمن زوين. هاد اللي حنا فيه دابا صالون، وهاد اللي انفصلينا عاوتاني سيجور. ورا يبقى لا تيراس. الموقع اللي فهاد لابارتمون تبارك الله راه زوين بزاف. الناس اللي كيبغيو يديروا لانفيستيسمون في الكرا بحال هاد لي زابارتمون، ملي كيكونوا نقيين راه كيتكراو في واحد لا مويان ديال 1000 درهم في النهار، في الشهر ديال 7 وشهر ديال 8، في النص ديال شهر 7 وفي شهر 8 كامل تقريبا كيتكراو بهاد لا مويان. وفي الايام الاخرى شهر 9 راه كيبقى شاد الكرا شويه الثمن، وفي الايام الاخرى راه كل على حسب المناسبه اللي فيها. قلنا جات في 3 ايطاج على البلايا ديال مرتيل، الثمن ديالها 62 مليون، نيغوسيابل واحد شويه. الناس اللي بغاو يديروا لا فيزيتو انتريسي راه يتواصل معايا، راه كاين الواتساب لتحت. الناس اللي باغيين شي حاجه مرفقة شي شوية في الثمن، راه كاينة شي حاجة في رياض صوفيا، الثمن ما بين 32 38 مليون، لي سوبرفيسي صغار، والكوار ديال 3 شومبر 2 شومبر كبار، مساحة كبيرة 90 متر ولا 113، دايرين ما بين 58 54 52 مليون. شي حاجة نقية عاوتاني، فينيسيون مودرن. لي زانفو ان شاء الله غتلقاهم لتحت في الديسكريبسيون، اللي بغا لي زانفو راه يتواصل معايا في الواتساب. تبارك الله عليكم.